7, you're clear in Bravo. All right, folks, we've been cleared for takeoff. At this time, I'm going to ask you to fasten your seatbelts. We'll be experiencing some turbulence. Shouldn't last more than 15 or 20 minutes. We're going to try to find a way around this. The captain has turned on the seatbelt sign. Please take your seats. Flight 019er, 2 miles northeast, turn left at 90, maintain 4,800 to establish an approach. طلوع الكوكب المذنب علامة من علامات ظهور المهدي. جاء في كتاب 250 علامة حتى ظهور الإمام المهدي عليه السلام لمحمد علي الطباطبائي. نجم مذنب بذنبين يكادان أن يلتقيان. قال فيه عن الإمام الصادق عليه السلام: طلوع الكوكب المذنب يفزع العرب، وهو نجم بالمشرق يضيء كما يضيء القمر، ثم ينعطف حتى يكاد يلتقي طرفاه، وتظهر حمرة في السماء وتنتشر في آفاقها، وعن مشارق الأنوار مثله، وذلك عند طلوع الكوكب الذي يفزع العرب وله شبيه الذنب. فهناك تنقطع الأمطار وتجف الأنهار وتختلف الأعصار وتغلو الأسعار في جميع الأقطار. وفي كتاب الشيعة والرجعة عن أمير المؤمنين عليه السلام: ألا وإن لخروجه علامات 10، أولها تخريق الرايات في أزقة الكوفة وتعطيل المساجد وانقطاع الحاج وخسف وقذف بخراسان وطلوع الكوكب المذنب واقتران النجوم وهرج ومرج وقتل ونهب، فتلك علامات 10. ومن العلامة إلى العلامة عجب، فإذا تمت العلامات قام قائمنا. وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله لسلمان وهو طويل، قال فيه: إي والذي نفسي بيده يا سلمان، إن عندها يليهم أمراء جورة ووزراء فسقة وعرفاء ظلمة وأمناء خونة. وسرع سلمان قائلا: إن هذا لكائن يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله: إي والذي نفسي بيده يا سلمان، إن عندها يكون المنكر معروفا والمعروف منكرا، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، ويصدق الكاذب ويكذب الصادق. قال سلمان: إن هذا لكائن يا رسول الله. فأجابه صلى الله عليه وآله: إي والذي نفسي بيده يا سلمان، فعندها إمارة النساء ومشاورة الإماء وقعود الصبيان على المنابر، ويكون الكذب ظرفا والزكاة مغرما والفيء مغنما، ويشفو الرجل والديه ويبر صديقه، ويطلع الكوكب المذنب. وانبرى سلمان قائلا: إن هذا لكائن يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله: إي والذي نفسي بيده يا سلمان، وعندها تشارك المرأة زوجها في التجارة، ويكون المطر قيضا ويغيظ الكرام غيظا، ويحتقر الرجل المعسر، فعندها تقارب الأسواق، إذ قال هذا لم أبع شيئا وقال هذا لم أربح شيئا، فلا ترى إلا ذاما لله. وصارع سلمان قائلا: إن هذا لكائن يا رسول الله. قال النبي: إن هذا لكائن والذي نفسي بيده يا سلمان، فعندها يليهم أقوام إذا تكلموا قتلوهم، وإن سكتوا استباحوهم،
ليستأثروا بفيئهم وليطؤون حرمتهم وليسفكن دماءهم وليملؤن قلوبهم رعبا فلا تراهم إلا وجلين خائفين مرعوبين. وقال أيضا: وعندها يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء ويغار على الغلمان كما يغار على الجارية في بيت أهلها. وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ويركبن ذوات الفروج السروج فعليهن من أمتي لعنة الله. ويقول أيضا: إن عندها تزخرف المساجد كما تزخرف البيع والكنائس وتحل المصاحف وتطور المنارات وتكثر الصفوف بقلوب متباغضة وألسن مختلفة. وعندها تحل ذكور أمتي بالذهب ويلبسون الحرير والديباج ويتخذون جلود النمور صفاقا. وعندها يظهر الربا ويتعاملون بالغيبة والرشا ويوضع الدين وترفع الدنيا. وعندها يكثر الطلاق فلا يقام لله حد ولن يضر الله شيئا. وعندها تظهر القينات والمعازف ويليهم أشرار أمتي. وكل مرة كان يقول سلمان: وإن هذا لكائن، فيقول: إي والذي نفسي بيده يا سلمان، إلى أن يقول: وعندها يحج أغنياء أمتي للنزهة ويحج أوسطها للتجارة ويحج فقراؤهم للرياء والسمعة. فعندها يكون أقوام يتعلمون القرآن لغير الله ويتخذونه مزامير، ويكون أقوام يتفقهون لغير الله، ويكثر أولاد الزنا ويتغنون بالقرآن ويتهافتون بالدنيا. قال سلمان: إن هذا لكائن. قال النبي صلى الله عليه وآله: إيه والذي نفسي بيده يا سلمان. ذاك إذا انتهكت المحارم واكتسبت المآثم وسلط الأشرار على الأخيار ويفشو الكذب وتظهر اللجاجة وتفشو الفاقة ويتناهون في اللباس. ويمطرون في غير أوان المطر ويستحسنون الكوبة والمعازف وينكرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى يكون المؤمن في ذلك الزمان أذل من الأمة. ويظهر قراؤهم وعبادهم فيما بينهم التلاوم، فأولئك يدعون في ملك السماوات الأرجاس والأنجاس، إلى آخر الحديث، وهو حديث طويل جاء في مشارق الأنوار اليقين وغيره من الكتب.